قسيس شادي في الخلفيات اليهودية أو الفكر حتى في العهد القديم، كيف كان يفكروا عن شخصية أو هوية المسيح؟ هل هو شخص أو إنسان عادي؟ مع أنه أنت وأنا منعرف أنه في نبوات في العهد القديم اللي بتتكلم أو بتتنبأ في صريح العبارة عن ألوهية المسيح. أعطينا يعني هيك نظرة أو تصور كيف اليهود نظرتهم وتفكيرهم عن المسيح، هل هو إنسان عادي أم إله؟ هو بالتأكيد لم يكن إنسان عادي، حتى في وقت محاكمة المسيح في الليلة الأخيرة رئيس الكهنة بيسأل المسيح: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فهم عارفين أنه هذا المسيح هو ابن الله، المسيح الذي يأتي هو ممثل عن الله، هو رمز، هو صورة الله، هو ممثل عن الله، هو ابن المبارك ابن الله. أكيد لم يكن شخص عادي. حتى مزمور 110 اللي هو المزمور اللي استخدمه المسيح في أسبوع الأخير حتى يرشد اليهود خاصة الفريسيين اللي بيعرفوا الكتاب عن شخصه، فقالهم إنه داود مين هو المسيح ابن مين؟ فقالوا له ابن داود. لكن قالهم ما دام هو ابن داود كيف داود يدعوه ربا؟ لما داود بيقول في المزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمك. فكيف يكون ابنه وهو يدعوه رب؟ فهو بشخصية المسيح في العهد القديم هو شخص غير عادي بلا شك، من النبوات المذكورة عنه في إشعياء لما بقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فكيف يكون هذا شخص عادي؟ أكيد لم يكن عادي، لكن اليهودي البسيط لم يكن يفهم هذه الأمور، لأن هذه الأمور تحتاج إلى إعلان من الله.